طبعا انا من طفولتي وانا عندي موهبه الفن، طبعا بعديها اشتغلت على نفسي وبلشت انا من خلال رسوماتي ومن خلال اعمالي اروج عن السياحه داخليا. بعدها عملت على ترويج كل المواقع السياحية الموجودة داخل المملكة إلى خارج الأردن، بحيث بأنه نعطي الصورة الحقيقية للطبيعة بالأردن. بحاول أن أرسم له بسموه الفن التعبيري والفن التجريدي، وفني لا يتوقف على محور واحد. أحاول أن أدمج الفن الغربي مع الفن العربي حتى اللوحات تواكب اللوحات العالمية. طبعاً هذه الصورة لجلالة الملك وبعنوان المرأة والتحدي الكبير. جلالة الملك من مرحلة الطفولة والبراءة إلى القيادة الرشيدة والحكم السياسي من أجل ازدهار الأردن واستقرار. بعض من اللوحات أنا معاناة المرأة، سواء كانت المرأة العربية أو المرأة الغربية، علما بأنه أنا جسدت ودخلت فني وعملي من خلال المقارنة بين معاناة المرأة الغربية ومعاناة المرأة شرق أوسطية، وحاولت أنه أنقل الصورة الحقيقية للمرأة العربية برضو لبعض من الدول الغربية. طبعا من خلال أعمالي عملت على ترويج منطقة برقش وقلعة الربط، وروجت معظم المواقع السياحية الموجودة داخل الأردن، وصار لها صدى كبير في بعض من الدول. حاليا لدي معرض دولي، هذا المعرض الدولي هدفه استقطاب السياحة واستقطاب الأجانب من أجل أردن أجمل، ودائما أردننا هو الأجمل بالوطن العربي.